مع انتهاء المباراة بدون فائز سنلجأ إلى ركلات الترجيح. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. تسديدة قوية وجميلة. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. والآن الدور على نصيري. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. توقع صحيح من الحارس، كان بالإمكان أفضل مما كان. ثاني اللاعبين مسددين. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. الدور الآن على ثالث اللاعبين. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة، بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. يلعبها في الجانب الأيسر. هذه كرة في المرمى، 3-3. الأجواء نارية مشتعلة الآن. يضعها على يسار الحارس. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. المغرب، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ المغرب عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء. أوه، الحارس توقعها صح لكن الكرة ذهبت إلى المرمى. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. سابع لاعب على لائحة المنفذين. والكرة إلى الجانب الأيمن. ضربة مذهلة. المغرب، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية؟ سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. ثامن ركلة، ثامن لاعب. يلعبها في الجانب الأيمن. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. اللاعب التاسع في قائمة اللاعبين منفذين. وكرة في القائم. لعبها ببراعة كبيرة، لكن إطار المرمى كان عنده رأي آخر. شناوي هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. الآن جاء دور اللاعب العاشر. الكرة في زاوية، والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. اقتربنا من الحسم. اللاعب الحادي عشر ربما تكون له الكلمة. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. يسجل هدف. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها.
وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. محمد صلاح عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. المغرب لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. عمرو وردة يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. يا سلام، تنفيذ رائع، كرة في زاوية، الحارس في الأخرى. المغرب عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. المغرب هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. يلعبها لكن تعود من القائم. كانت قريبة جدا لكن عادت من خشبات المرمى. شناوي إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. تصدي غير عادي من حارس المرمى، مباراة كبيرة لهذا الحارس. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. أحمد المحمدي يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. يلعبها في الجانب الأيسر. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. حجازي يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنها بثقة عالية. الكرة تصطدم في القائم، الارتياح كبير على حارس المرمى. شناوي عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك. أنهت هذه الركلة المباراة. يا لها من طريقة صعبة جدا في الخسارة. الحظ كان له دور كبير فيها. الحارس حاول أن يفعل شيء لكنه الآن يشعر بخيبة أمل. لم